أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق سموحة نجح في الفوز على إنفي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز. وبالنتيجة دي بيدخل فريق سموحة في منطقة الأمان وبيبتعد عن دائرة الهبوط بعد ما وصل للمركز العاشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة. مصطفى سعد ميسي لاعب وسط سموحة حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة سموحة وإنبي اللي انتهت بفوز الفريق السكندري. الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم أعلنت اختيار بيرسي تاو صانع ألعاب النادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري. رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على تسليم درع الدوري المصري للأهلي في مباراته مع حرس الحدود واللي هتتلعب الأسبوع الجاي يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري. فريق الأهلي استأنف تدريباته الجماعية امبارح على ملعب مختار التاتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس الجاي باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الأسبوع 31 من عمر الدوري المصري. وعقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللعيبة قبل بداية المران لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بخطة المباراة وشرح أسلوب لعب الزمالك والتكليفات الخاصة بكل لاعب. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللعيبة قبل انطلاق التدريبات اللي أقيمت امبارح على ملعب عبد اللطيف بورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. حرص الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل البدني للاعبين في المران وأدت لعيبة الفريق مجموعة من الإطالات بجانب تدريبات تأهيلية أخرى متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للمواجهة المقبلة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أشاد امبارح بالمستوى اللي قدمه حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة. كتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ولد ليكون نجما، حمزة علاء أبهرنا بأدائه الرائع في كأس الأفريقية تحت 23 عاما ليستحق اللقب الأفضل في البطولة. أمل توفيق لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال حققت امبارح ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات وزن 49 كيلو لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حالياً. والثنائي المصري محمد حاتم وأسامة مدحت نجحوا في التتويج بذهبية منافسات تتابع الفريق للشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة واللي بتستضيفها الإسكندرية في الفترة من 10 يوليو وحتى 17 يوليو. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خاض تدريباته الأولى امبارح تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجاي 2023-2024. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع عبد الصمد ومع باسنت. عودة ليكوا باسنت وعبد الصمد. شكرا لك يا هلا مرة ثانية.